امبارح يعني خليني اقول حديث العالم كله بيتكلم على انه الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن اعلن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الامريكية، وقال ايضا انا بدعم كاميلا هاريس الا وهي نائبة الرئيس جو بايدن. خليني اقول انه الحزب الديمقراطي يعني هو يعني محطوط في وقت ضيق قوي، يعني ضيق بشكل حقيقي، لان الانتخابات الامريكيه 5 نوفمبر القادم، فانه يعلن ده في شهر 7 يعني اواخر 7 كمان، هو حط الحزب في وقت ضيق. هو بيأيد كاميلا هاريس لكن الحزب الديمقراطي ليه رأي آخر. طبعا هي كانت فرصة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانه زي ما احنا كنا لسه بنقول في الموجز، اول ما اعلن جو بايدن انه انسحب هو طلع على سي ان ان قال لك ان ده اسوأ رئيس امريكي، وان انا بالنسبه لي الانتخابات هتبقى اسهل مع كاميلا هاريس ان انا اهزمها. لكن هل الموضوع هيفضل كده؟ دلوقتي خليني اقول التساؤلات ليست فقط في الشارع الامريكي، التساؤلات ايضا في العالم كله، لان الولايات المتحده داخله في العديد من الموضوعات العالمية بتحرك أشياء كثيرة. خلونا نتكلم على الوضع في الولايات المتحدة الآن بعد هذا الإعلان من الرئيس جو بايدن مع الكاتبة الصحفية سحر زهران مراسل مكتب الأهرام بواشنطن. أستاذة سحر صباح الخير. صباح النور يا فندم. أهلا بك أستاذة سحر. يعني كلنا كنا يعني بنستشعر أنه بايدن خلاص، يعني حتى الكلام الأسبوع اللي فات أنه هناك حملة داخل الحزب الديمقراطي، وهو كان زعلان من كده ان هو لا يكمل الانتخابات. ايضا عيلته قالت كذا مرة. هل تعتقدي اعلان بايدن بالانسحاب يوم احنا النهاردة كام 22/7، هل معنى كده انه وضع الحزب الديمقراطي في مأزق لانه الوقت ضيق قوي؟ لا الحقيقه هي خطوه طبعا هزت الاوساط السياسيه الامريكيه، انسحاب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسيه المفصله، لكن هي ما وضعش الحزب الوطني في موقف محرج ولا حاجه، لان بايدن لاخر لحظه ما كانش عايز ينسحب. الانسحاب قرار انسحاب بايدن جاء بعد ضغوط كبيره من داخل الحزب الديمقراطي نفسه. قاده الحزب كان اجبروا الرئيس بايدن على الانسحاب بالرغم لانهم كانوا يشعرون من تراجع شعبيته وتاثير ذلك على قوه الحزب في الانتخابات، خاصه بعد المناظره الرئاسيه الاخيره. هم سموها المناظره الكارثيه. الكارثيه حقيقه هي كان اسمها المناظره الكارثيه، وهي كانت كارثيه يعني صراحه. المناظرة الثالثية واختاروا كاميلا هاريس كنائب الرئيس على أساس هي لتكون المرشحة، على أساس هي الأبرز بالنسبة للحزب الوطني والأكثر قوة وقصة في الفوز بالانتخابات، أو إن هي يعني تخلي الحزب الوطني عنده فرصة انه يكسب الانتخابات. طيب استاذه سحر معلش، يعني اول ما بايدن اعلن انسحابه حضرتك عارفه انه الحزب بيبقى عامل التبرعات وصلت لما اعلن انه بيرشح كاميلا هاريس، التبرعات للحزب الديمقراطي وصلت لارقام لم تصل اليها الاسابيع الماضيه، بالعكس كان في احجام بعض الشيء عن التبرعات للحزب الديمقراطي. هل ده دليل انه المواطن الامريكي ابتدى يعني يبقى عنده امل؟ حضرتك حاجه وبيله، هو الناس فاكره ان امريكا او الشارع الامريكي هو اللي كان رافض بايدن. يعني أنا عايزة أقول إن مش كل المواطنين ولا الشارع الأمريكي رافضين رئيس بايدن، بالعكس رئيس بايدن ما انسحبش نتيجة ضغوط شعبية، رئيس بايدن انسحب نتيجة ضغوط من الحزب الوطني. لا أنا بتكلم على التبرعات مش مواطنين يا أستاذة سحر، أنا بتكلم على التبرعات يعني بالنسبة لرجال الأعمال ومن يتبرعوا للحزب الديمقراطي. اول ما تم الاعلان ان كاميلا هاريس هي يعني هو بيأيدها، التبرعات زادت بنسبه كبيره جدا. التبرعات كاميلا هاريس برضو نجحت في ان هي وجودها كنائب رئيس
انها كسر كانت بتكسب تأييد واسع جدا بين الناخبين والناخبات من اصول افريقيه واسيويه. هذه القاعده الشعبيه القويه ساعدتها في جمع تبرعات كبيره جدا بلغت اجمالي اللي حصلت عليها خلال فتره توليها منصب نائب الرئيس حوالي 91 مليون دولار. طيب. اسم في كل مجمل التبرعات اسم كاميلا هاريس كان مقترن باسم الرئيس بايدن في جمع التبرعات. في حاله ان هي هتكون المرشح الرئاسي المقبل ستنتقل مباشره التبرعات لكاميلا. طيب بس في نقطه كمان، ان الحزب الديمقراطي من الداخل يعني ما بيأيدش قوي ان كاميلا هاريس، لم يدعمها. يعني عندنا لقينا ان حاكم ولايه بنسلفانيا قال لك انا هترشح، ابتدينا نسمع اسم ميشيل اوباما، تشاك شومر طلع النهارده رئيس الاغلبيه بالحزب الديمقراطي في الكونجرس ابتدى يتكلم. هو المؤتمر المقبل للحزب الديمقراطي طبعا هيكون فيه اذا لم يتم الاختيار او النهائي لكاميلا هاريس هيكون فيه تنافس شديد جدا في المؤتمر المقبل. لكن انا استبعد ان الرئيس اوباما سيرشح نفسه. لا انا ما قلتش اوباما، ميشيل اوباما زوجة الرئيس. ميشيل اوباما تردد مؤخرا فعلا ان هي ممكن ان هي تنزل للترشح، لكن حتى الان مستبعد بالرغم ان اوباما ما ايدش لغايه دلوقتي او ما دعمش ترشيح بايدن لكاميلا هاريس. ده مش معناه ان ميشيل اوباما هتنزل هتترشح، لا، لان هو لم يدعمها لانه قال انا هدعم رشح الحزب رسميا، المرشح الذي سيدعمه الحزب رسميا سيقف وراءه اوباما. عشان كده بقول لك ان الحزب الديمقراطي في مأزق لانه لغايه دلوقتي لم يستقر على اسم مرشحه. هو في الاخر في النهايه هتكون المرشح الانسب والاوحد والاخير واللي ما قدمهمش غيره هي كاميلا هاريس. ما نعرفش برضه، ما نعرفش. هي كاميلا هاريس. طب حضرتك شايفه ازاي بعد اوباما وكان اول رئيس بشرة سمراء انه هي تبقى اول رئيسة للولايات المتحدة الامريكية؟ شايفه ازاي تقبل الشعب الامريكي؟ والرئيس اوباما اصلا هو كان ليه دور كبير جدا في اقناع الرئيس بايدن بان يقبل التنحي ويخضع لرغبة قيادات ورموز الحزب الوطني. طيب معلش برضو سؤال آخر أستاذة سحر، في ملفات كتيرة كاميلا هاريس لم تنجح فيها، ودي خليني أقول الجيم اللي بيلعب عليه ترامب، ألا وهي مثلا الحدود واللاجئين واللي بيخشوا أمريكا بدون أي إقامات أو تأشيرات أو وهي كانت المسؤولة عن هذا الملف ولم تنجح فيه. ده الحقيقه، هي هو فعلا الحقيقه هي لم تنجح في الملف، ودي نقطه الضعف اللي هو بيرددها بالظبط ترامب، وعشان كده بيقول انها اسهل في ان ينتصر عليها اكثر من بايدن. يعني بايدن بالنسبه له كان صعب، هو شايف ان كاميلا هاريس كانت سهله. لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لو رجعنا بالزمان بالانتخابات في الدوره الاولانيه للانتخابات لما ترشح ترامب قصاد بايدن، ترامب برضو كان حد قوي جدا وبايدن ما كانش بنفس قوة ترامب، ومع ذلك هل طريق ترامب في الانتخابات دلوقتي بقى أسهل؟ طريق أنا لسه كاتبة تقرير نزل في غلاف الأهرام العربي بقول إن الرصاصة دي ما كانتش رصاصة القتل، هي رصاصة حظ، كانت جسر للبيت الأبيض بالنسبة لترامب. هي تعاطف الشعب الأمريكي، جزء من الشعب الأمريكي مع الرئيس ترامب بعد الرصاصة، مش وقوة الاستطلاعات مش أكيد، لأن ناس كتير برضو من الشعب الأمريكي يخشون ترامب ويرون أنه يهدد الديمقراطية والقانون في الولايات المتحدة الأمريكية. طب أستاذ سحر معلش آخر سؤال، شايفة زي اللقاء اللي هيتم المفروض بكرة بين بايدن ونتنياهو وكمان الكلمة اللي هيلقيها في الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء؟ هو نتنياهو وجه شكر لبايدن مقدماً بعد اعلان قرار تنحيه، وشكروا على مسانده ليه في حرب غزه، لانه طبعا هو كان بيساند نتنياهو قلبا وقالبا. بايدن مازال الرئيس ومازال يمارس مهامه الرئاسيه، واي قرارات هيتخذها خلال هذا اللقاء هتكون قرارات نافذه، ما افتكرش انه يمكن الغائها.